السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى أنكم تكونوا بخير. بالنسبة للحصة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون هي التتمة ديال الكريستالوغرافي اللي ديجا هضرنا عليه في الحصة اللي فاتت. دونك بالنسبة للكريستالوغرافي قلنا الهدف منها نعاود نذكر بكاع داكشي اللي كنا شفنا في الحصة اللي فاتت، عاد باش غادي ندوي على لينو، متفقين؟ وغادي ندوي اليوم على الغيزو بونكتييل والغيزو كريستالان والمايل والغونج والبلون اش كي ال إن شاء الله. دونك ركز معايا، اول حاجه غادي نهضروا عليها دابا هو لوبجيكتيف ديال هاد الموديل كامل، يعني علاش كيدوي وشنو غنبقاو نشوفو فيه. دونك بالنسبه للكريستالوغرافي بصفه عامه، هو الهدف منه هو ديكريغ لاتا سوليد دان ماتيغ، ولا بعباره اخرى ليوتي الدراسه ديال الحاله الصلبه ولا المرحله الصلبه ديال واحد الماده. متفقين؟ حنا شنو عارفين ان الماده كتمر من ثلاثه ديال المراحل، سوليد ليكيد غازو، متفقين؟ دونك حنا الهدف ديال هاد الكريستال شنو كيدرس؟ كيدرس بالضبط المرحله الصلبه، حيت ملي كان عندنا الدياغرام اللي كان كنتو كتقراو مثلا الدياغرام الا مشينا للانير شنو كنا كنكتبو؟ كيكون هذا اون فونكسيون ديال البريسيون او تمبيراتور، كانوا كيكونوا عندي ثلاثه ديال المراحل اللي كتمر منهم الماده. بلاص السوليد شنو كنا كنجيو كنديرو هناك؟ كريستال، كنا كنكتبو هناك كريستال، يعني هاد هنا شنو كيتواجد؟ باللور، يعني في الفاز السوليد راه كيكونوا عندي اش باللور اللي كيكون عندي هنا ليكيد وهنايا غاز. دونك حنايا شنو كيدرس ملي كندوينا على الكريستالو؟ ملي كندوي على الكريستال يعني كنمشي كندرس الفاز سوليد، هذا هو الفاز سوليد، يعني هذا الكريستال راه كيهتم بالمرحله الصلبه ديال الماده بوحدها. واضح الاخوان؟ واخا. بالنسبه لهذا السوليد اللي كيكون عندي هنا، هذا السوليد اللي كاين عندي هنا كينقسم لجوج، كاين عندي سوليد كريستالان وسوليد امور. اشنو قلنا على السوليد كريستالان؟ قلنا السوليد كريستالان هو اللي كتكون عنده واحد الفورم، اش كيكون عنده واحد الفورم كريستاليزي بيان ديتيرميني، يعني واحد الشكل هندسي ولا بلوري جد محدد، وكيكونوا لي زاتوم لي ولا لي زيون ولا لي موليكول سون اوردوني، يعني كيكونوا في واحد ليطا اللي هي اوردوني، متفقين؟ يعني كيكونوا في واحد المرحله اللي كتكون ولا واحد الحاله اللي كتكون منظمه، في حاله مثلا في حال هاد لي سيستيم بحال ان اس ال اف او سي اس ال، يعني غير كتسمع السميه ديالو والنوع ديال السيستيم اللي عندك كتعرف كيظهر للدين ديالك الشكل ديالو كيفاش كيكون، هذا هو الكريستال، يعني ان فوا كنعطيك النوع ديالو كتعرف الرسم ديالو كيفاش غادي يكون. اما بالنسبه لي سوليد امورف، لا لي سوليد امورف ما كيكونش عندهم واحد الشكل نموذجي، يعني بات فورم تيبيك، وكيكونوا في واحد ليطا اللي هي اش ديزوردوني، يعني التوزيع ديالهم كيكون عشوائي. لاحظ الكريستال كتبقى غادي نفس لاطوم ا بي، يعني كيبقاو غادي بنفس المنهجيه، في الحين ان ملي كيكون عندك امورف كيكون التوزيع ديالهم عشوائي، هادشي كيتحط ككيسيون دكو في امتحان، متفقين؟ دونك ركز معايا هنا. وبالنسبه للريبارتيسيون ديال لي موتيف كيكون الياتوار، يعني داك التوزيع ولا داك الانتشار ديال دوك الذرات في الاسباس كيكون اش كيكون عشوائي، في حال الزجاج مثلا الفاغ ولا الكاوتش والمطاط، هادو كيكون التوزيع ديال الذرات ديالهم على هاد الشكل هذا، يعني كيكون التوزيع ديالهم عشوائي، هذا هو السوليد امورف وهذا هو السوليد كريستالان. حنا غنبقاو نهضروا على لي سوليد كريستالان، المهم الا قال لك عطيني لي ديفيرون تيب ديال السوليد راه هما هادو، كاين سوليد كريستالان وكاين سوليد امورف، والفرق بيناتهم هو هادشي اللي ذكرنا دابا، متفقين الاخوان؟ دونك دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى. دونك غادي ندوي على لي موتيف. بالنسبه للموتيف هو لونتيتي شيميك اللي كتعني ليا يا اما اتوم ولا ايون ولا موليكيل، يعني يا اما غادي تكون عندي ذره واحده ولا غادي يكون عندي كاتيون انيون، يعني واحد الشحنه اللي غادي تكون يا اما موجبه، واحد الذره اللي كتكون عندنا شحنه موجبه وذره اخرى عندها شحنه سالبه، ولا كيكون عندي موليكيل، يعني واحد المركب اللي كيكون كيتكون ليا من بزاف ديال الذرات، متفقين؟ دونك ركز معايا. بالنسبه لهاد لي موتيف فين كيكونوا كيتواجدوا؟ كيتواجدوا في لينو اللي كيكونوا في الغيزو كريستالان، متفقين؟ يعني كيتواجدوا ليا في العقد اللي كيكونوا كيتواجدوا في واحد الريزو كريستالان. دونك هذا هو الموتيف، يعني فين ما تسمع موتيف اشنو كنعنيو بموتيف؟ موتيف كنعنيو به يقدر يكون هي اتوم ولا ايون ولا موليكيل، هذا هو الموتيف، يعني واحد الرمز اللي كيرمز لاش يا يعني اما الذره ولا الايونات، متفقين؟ دونك دابا غادي ندوزو لاش من بعد ما هضرنا على الموتيف، دابا غادي ندوزو للمصطلح الثاني ونهضروا عليه اللي هو نو، ولا قبل ما نهضروا على النو نهضروا بعدا على الغاز،
تافقين؟ يعني غادي نشوفوا بعدا شنو كيعني ريزو بونكتييل، عاد باش نمشيو ندويو على النوع، عاد باش ندويو على ريزو كريستالان. دونك ركز معايا دابا، غادي نمشيو نهضروا على شنو كيعني ليا ريزو بونكتييل. دونك بالنسبة للغازو، بونكتييل شنو كاين؟ بالنسبة للغازو بونكتييل راهو واحد لوغانيزاسيون بيريوديك دي بون سابيل لينو، يعني هو واحد تنظيم دوري لواحد النقط اللي كيكونوا كيتسماو لينو، يعني عقد. هذا هو الغيزو بونكتييل، يا اما يقدر يكون في ان ديمونسيون ولا دو ديمونسيون ولا تخوا ديمونسيون، متفقين؟ يعني يا اما يكون عنده بعد واحد ولا جوج ديال الابعاد، ولا يقدر يكون في ثلاثه ديال الابعاد، يعني واحد الخط اللي كيكون كيتكون من مجموعه ديال النقاط اللي كيبقاو يتعاودوا دوريا، يعني بيريوديك، وكيتسمى عقد. مثلا اللي كدوي ليا على اكس واحد، يعني ملي كيكون عندك واحد الغيزو اللي كيكون كيتواجد في ان سول اكس ولا ان ديمونسيون، متفقين؟ يعني غادي يكون واحد لاكس اللي داير على هذا الشكل. هذا هاد لاكس مناش غادي يكون كيتكون، غادي يكون كيتكون هاد الخط من مجموعه ديال النقاط. هاد النقاط هادو هما اللي كيتسموا اش؟ كيتسموا دي نو، متفقين؟ هادو هما اللي كيتسموا نو، واضح؟ دونك هذا هو الغيزو كريستال، ولا يقدر يكون في دو ديمونسيون على هاد الشكل هذا، يعني هذا هو غازو كريستالان. التقاطع ديال هاد الخطوط، يعني ديال هاد الخطوط هما اللي كيكونوا ليا اش؟ كيكونوا ليا عقد، يعني كيكونوا ليا مجموعة ديال النقط اللي من بيناتهم هادي مثلا كتسمى عقدة، هادي عندك، هادي وعندك هادي، يعني هادو كلهم شنو كيتسماو؟ كيتسماو دينو. دونك هذا هو الغازو بونكتييل، يعني مجموعة ديال النقاط اللي كيبقاو يتعاودوا اش؟ كيكونوا منظمين وكيبقاو يتعاودوا بيريوديك، دونك هادو هما اللي كيتسموا اش؟ دينا. ولا ملي كيكون هذا بالنسبة لدو ديمونسيون، ولا ملي كيكون في تخوا ديمونسيون على هاد الشكل هذا مثلا. تركز معايا، التقاطع ديال هاد النقاط هادو شنو كيسمي هذا؟ هادو هما اللي كيعطيوني العقد. دونك غادي يكون عندي هنايا اش؟ غادي يكون عندي نو، دونك هنا كاين نو، هنا كاين نو، هنا كاين نو، هنا كاين نو، قاع البلايص هادو اللي كيتقاطعو فيهم هاد النقاط هادو ولا هاد الخطوط كيكونوا ليا اش؟ كيكونوا ليا دي نو، دي بون سابيل لي نو. دونك هادو تاهما كيتسماو دي نو. دونك هذا هو الغيزو بونكتييل، وهادو كيتسماو اش؟ كيتسماو دي نو. ماشي، من بعد ما هضرنا على الغيزو بونكتييل، هاد الحاجة اللي بقيت كنعاود فيها من قبيلة اللي هما النو، شنو كيعنيو؟ هادو هما اللي كيحددوا ليا البنية ديال البيلور، يعني هاد لي بوان هادو هما اللي كيحددوا ليا البنية ديال واحد البيلور، ديال واحد الكريستال، يعني هما اللي كيعطيو البنية اللي كيحاولوا لهم الأماكن اللي كيتحطوا فيهم دوك لي موتيف، يعني هاد البلايص هادو هما فين كيتحطوا هاد لي موتيف اللي عندي هنا، يعني هاد الاتوم ولا الايون ولا موليكيل، يعني الا كانت اتوم ولا ايون هي اللي كتحدد هما البلايص اللي كيكونوا كيتواجدوا فيهم. هاد البلايص ملي كنحط فيها انا اتوم كيكون عندي غيزو بونكتييل وكنضيف عليه موتيف، كولي كنهضر على غيزو كريستالان، يعني هما اللي كيكونوا ليا واحد الغيزو كريستالان، متفقين؟ يعني واحد لونسومبل اللي كيكون ما بين اش؟ ما بين غيزو بونكتييل او موتيف، كيكونوا ليا واحد الغيزو كريستالا، هو اللي غادي نهضروا عليه دابا. ولكن قبل ما نهضر على الغيزو كريستالا، باقي لي واحد الحاجه مازال ما هضرتش عليها، هو النوع. شنو كيعني لي
Donc, بالنسبة لنا هما دي بوان ريغوليرمون ديسبوزي كونستيتيون لا ستركتور دي كريستال، يعني هما واحد النقاط اللي كيكونوا منظمين وكيحددوا ليا اش البنية ديال واحد البلور، متفقين؟ دونك هادو هما لينو، يعني واحد الاماكن اللي كنحط فيهم انا دوك لي موتيف باش نقدر نحدد اش، باش نقدر نحدد واحد ستركتور، يعني واحد البنية ولا واحد الهيكل ديال واحد البيلا. هذا هو نو. دابا من بعد ما هضرت على الغيزو بونكتويال وهضرت على النو وهضرت على الموتيف، دابا غادي ندوي على غيزو كريستالان. شنو هو غيزو كريستالان؟ مثلا هذا شنو كيتسمى؟ هذا كيتسمى غيزو بونكتويال. ملي غادي نشد انا غيزو بونكتويال وغادي نضيف عليه اش، غادي هذا كيتسمى غيزو بونكتويال. غيزو بونكتويال ملي غادي نشد انا غيزو بونكتويال وغادي نضيف عليه موتيف، متفقين؟ شنو هو موتيف؟ موتيف يقدر يكون اش، يقدر يكون يا اما اتوم ولا ايون ولا موليكول، متفقين الاخوان؟ وبالنسبه للموتيف كنرمزو ليه بصفار. هذا هو الموتيف، واضح؟ دونك ملي كنشد انايا موتيف وكنضيف عليه غازو بونكتييل، شنو كيعطيني؟ كيعطيني غازو كريستالان، متفقين؟ يعني غنولي غنحصل على غازو كريستالان. مزيان. شنو هو هاد الغازو كريستالان؟ هو واحد المزيج ما بين اش، ما بين غازو بونكتييل وموتيف. هاد الغيزو بونكتيير علاش كيحتوي؟ كيحتوي على لينو. هاد لينو شنو كيكونوا كيتواجدوا فيهم؟ كيكونوا كيتواجدوا فيهم لي موتيف لي حيت قالك لي موتيف سيتوي او نو دي غيزو كريستال، يعني كيكونوا كيتواجدوا هاد لي موتيف هادو كيكونوا كيتواجدوا في الغيزو كريستال. دونك دابا غادي نرسمو غيزو بونكتيير، وشنو غادي نضيفو عليه؟ غادي نضيفو عليه هاد لي موتيف هادو باش نحصلو على ياش، باش نحصلو على غيزو كريستالان. عندي غيزو بونكتييل، غادي نزيد عليه موتيف، غادي يعطيني غيزو كريستالان. دونك ها هو غيزو كريستالان. تركز معايا هنايا، كيتسمى اش؟ كيتسمى هذا غيزو بونكتيير. دونك ملي غادي ناخد انا غيزو بونكتيير وغادي نضيف عليه غادي نضيف عليه موتيف، علاش غادي نحصل؟ غنحصل على غيزو كريستال. ركز معايا هنايا، الى جيتي تشوف هذا شحال من كيب غادي يكون عندي هنا، يعني شحال من مربع صغير غادي يكون عندي هنا. الله، هانتوما من بعد ما ساليت الرسم ديالو شحال ولا عندي هنايا؟ الله، عندي ربعة ديال لي كيوب لتحت، ها هو واحد جوج تلاتة أربعة، وعندي الفوق ربعة ديال لي كيوب، واحد جوج تلاتة أربعة. دونك راه عندي ربعة ديال لي بتي كيوب وعندي ربعة ديال لي بتي كيوب لتحت، دونك عندي تمنية ديال لي كيوب اللي عندي في المجموع، متفقين؟ دونك أنا باش نحصل على هاد الغيزو كريستانا شنو خاص يكون عندي؟ خاص يكون عندي غيزو بونكتيف بليس موتيف. هادو هما لي موتيف، فين كاينين؟ محطوطين في هاد النقاط اللي عندي، في هاد لي نو لي بوان اللي كيتسماو دي نو. هما فين كنحط اش؟ فين كنحط هادوك لي موتيف. دونك غنكمل هاد الغيزو كريستالان كامل اللي عندي غادي نعمرو بلي موتيف. دونك غادي نجدد لي موتيف هادو لونتهم بلون بوحدو باش ندوي عليهم من بعد، لان هاد البتي كيب كتكون عنده واحد السميه غادي ناخدو ونرسمو هنا. هذا هو اللي كيتسمى ماي اللي غنهضرو عليه دابا. ورا تبع معايا هنا شنو عندي. هذا هو الغيزو كريستالان، يعني هاد الغيزو بونكتيير كنضيف ليه دابا الموتيف. ملي كتضيف ليه الموتيف ما كيبقاش يتسمى غيزو بونكتيير، كيولي كيتسمى غيزو كريستالان. دونك تبع معايا، علاش؟ لانه ولا كيتكون ليا مناش، ولا كيتكون ليا
من موتيف او غيزو بونكشيير. ملي كضيف الموتيف لغيزو بونكشيير كيولي كيتسمى غيزو كريستالان. وركز معايا هنا، شحال من كيوب عندي هنا؟ عندي 8 قلناها هو واحد، وهنا كيتواجد هو واحد جوج ثلاثة أربعة، والفوق كاينين ربعة، يعني كاينين بتي كيوب لتحت كاينين ربعة والفوق كاينين ربعة، دونك المجموع 8. دونك لاحظ إلا خديت واحد البارتي من هنا، هذا شنو كيتسمى؟ هذا إلا جيت رسمته هنا غنجي غنمثلو هنا، هذا عنده سمية كيتسمى مايل، صافي. دونك انت لاحظ غنعمرو بنفس لي موتيف اللي عامر به هنا، انت هو شيش لونتهم بلون مختلف على الاخر. دونك لاحظ هذا كيتسمى مايل. الا بغيت نعطي ديفينيسيون ديال هذا، يعني هذا ليش كينتمي؟ هذا كينتمي لهذا الغيزو كريستالا، يعني هو جزء من هذا الغيزو كريستالا. وشنو كيتسمى هذا؟ كيتسمى مايل. دونك الا قلت لك عطاني ديفينيسيون ديال المايل، شنو غادي تقول لي؟ قلنا بلي راه هذا المايل هو جزء من هذا الغيزو كريستالان، دونك غادي تقول لي راه هو بارتي اليمونتير دا غيزو كريستالان. شافرين مفهوم الاخوان؟ دونك ملي كتهضر لي على المايل، شنو هو المايل؟ هو جزء من هذا الغيزو كريستالان. ودابا هادشي اللي قلت لك راه الجواب العكس. الا جيت نسولك على ديفينيسيون ديال الغيزو كريستالان، الا كان مايل عباره عن جزء من الغيزو كريستالان، الغيزو كريستالان مناش كيتكون؟ كيتكون من اونسومبل انفيني دي مايل، يعني كيتكون من مجموعه ديالاش ما لا نهايه ديالاش ديال لي مايل. متافقين؟ هذا هو الغيزو كريستالان، يعني اونسومبل انفيني دي مايل. دونك ديفينيسيون ديال الغيزو كريستالان هو انصومبل انفيني دي مايل ديسكريبسيون جيومتريك دو كريستال، يعني بواحد العباره هو واحد مجموعه ما لا نهايه من لي مايل، وفي نفس الوقت هو واحد توزيع هندسي للبلو. متفقين؟ دونك هذا هو الغيزو كريستالان. بالنسبه للحصه ديال اليوم هضرنا على لينو، هضرنا على الغيزو بونكتييل الموتيف، ودوينا على الغيزو كريستالان. دونك دابا غادي ندوزو لاول حاجه اللي غادي نهضروا عليها في هذه الحصه هذه، هما الطريقه كيفاش كنحدد هاد لي نو انطراقا من سوا في دو ديمونسيون ولا تخوا ديمونسيون، لان ان سول ديمونسيون ما كيتحطش. هادو هما اللي كيتحطوا بزاف، وهادو هما اللي غنخدموا عليهم ان شاء الله.